أخي إحنا مهاجرين ريف دمشق، هجرنا من شي 3 سنين وسكننا هون بعفرين. إيه واضطرينا نسكن يعني بالبيت 4 عيال لقلة فرص العمل صراحة. وإحنا هون بالبيت ساكنين أنا وأبي، أنا وزوجتي وأبي وإخواتي، عندي إخوات 2 أرامل 2 أولادين. إيه لذلك يعني اضطرينا نسكن ببيت واحد مشان تكلفة مصروف البيت يكون هيك أقل يعني علينا، لأنه والله صراحة شغل ما في، يعني فرص العمل كثير قليلة هون عندنا بعفرين. والله يعني بصراحة وصلنا لمرحلة إنه ما نحسن نرمم من البيت لأنه المدخول قليل كثير صراحة، يعني البيت ناقص أمور كثيرة، حتى يعني أساسيات البيت ما موجودة، أبواب، شبابيك، المجلة، بطارية، خزان مي، كل هالأمور ما موجودة عندنا بالبيت. والله يجزيكم خير وشو بتحسن تقدمونا، الله يجزيكم ألف خير أخي.